ملكت سألناك يا الله أعطيت الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بملكة الهادي محمد يا الله واجرم الأرواح منا يا الله بيدك خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رفعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ولد معتونا مقهولا مقطوع السورة تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد روى عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك رب. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق
المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قشور الروم. قال ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب ومشعررة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال المغرب. وأشمر ذلك عني ثم عادني الرب وظلمة ومشعررة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين درعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراد. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأنصحهم بالمؤمنين علما ورفقا. قرر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. ولهم عاشورة بأخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نسر طيبه تطرد الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زيد الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أحوذت على نجم السهاب مناني. وقد انبسط القلم في تطويل ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وأهجن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الحق كما يصل التقدير وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت فقير، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر الفكر من دار الأوصاف المحمد يد يهودا توجهت إلى الله متوسلا بسيده وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل شريفه مسكورا وفي ليله محمودا ويكتب عملي بالعمل المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال وتعوذ الله برا وعلى باب جديد وحال رحال وتغشى منه البيوضات الغامرة نتوجه إليك بأطرف الوسائل لديك سيد المرسلين أبيك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأذكار في كل موطن من مواطن القرب والنظر قاسم إمدادك في عبادك وساقي جموس إرسادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المعظوم الخالص المعصوص منك بأجل خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولعظمة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أضوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين حكايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تعرضنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في عطرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق دفائه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماع في رحمتك الخاصة فلا تغرمنا وظنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن نقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركاته وشريف بجهاده أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات واتم راية الدين القويم في جميع الأنظار المنصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مع واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقف شر المعتدين والظالمين وارصد العدل بولاة الحق في جميع النواقي والأقطار وإذهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحصن العزيز من جميع البلايا
واجعلنا يا ربي في الغصن العزيز من جميع البلايا يا ربنا واجعلنا يا ربي في الغصن العزيز من جميع البلايا وفي الغرز المكين من الذنوب والخطايا واهدنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك الدائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المعبور للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة